الرياضي. النهارده في مهرجان كان حصل حدث تاريخي مصري، لأول مرة فيلم مصري ياخد جايزة رسمية من جوائز مهرجان كان. رفعت عيني بالسماء، فيلم تسجيلي مصري عملوا مجموعة من الشباب عن فرقة مسرحية بتعبر عن طموحات وأحلام الشباب. الفيلم اليوم عامل إنجاز عظيم، حاجة تفرح إن فيلم مصري ياخد جايزة مهرجان كان لأول مرة في التاريخ. أول مرة فيلم تسجيلي وفيلم طبعا زي ما احنا شايفين ما فيهوش النجوم الكبار، ما فيهوش التكاليف الكبيرة، إنما يقدر ياخد جايزة ويحصل على إعجاب النقاد والمشاهدين في مهرجان كان. معانا أيمن الأمير مخرج فيلم رفعت عيني للسماء. أهلا أستاذ أيمن وألف مبروك. الله يبارك فيك يا أستاذ عمرو، شكرا جزيلا. حاجة تسعدنا جميعا يعني، وشرف لينا كلنا. طبعا يعني أنا النهارده حاسين كلنا بالفخر، لأن احنا قضينا في الفيلم ده تصوير تقريبا 4 سنين، عايشينهم مع البنات مع بطلات الفيلم في محافظة المنيا في قلب الصعيد، وما بنات يعني بيحاولوا يعبروا عن أحلامهم وطموحاتهم والحاجات اللي شغالاهم جدا زي التعليم وأهمية التعليم بالنسبة لهم، وبيحاولوا فعلا يقولوا حاجات تخصهم جدا، وإن احنا نكون جزء من رحلتهم ونكون نقدر نديهم صوت مش بس كمان لمصر للعالم كله. دي حاجة يعني من أكثر الحاجات اللي بتساعدنا. استاذ ايمن انا لما قريت البريف، انا ما شفتش الفيلم طبعا واحب اتفرج عليه، انه يعني كتير بيتعرض لقضايا الفتاه المصريه والمراه المصريه في هذه المنطقه، كلمنا شويه عن الموضوع ده. الفيلم بيحكي عن مجموعه بنات قرروا في محافظه اسمها في قريه اسمها قريه البلشه في محافظه المنيا، قرروا ان هم يكونوا فرقه مسرح شارع ويعملوا عروض مسرحيه وغنائيه مستوحاه من الفولكلور الشعبي الصعيدي بتاعهم، ويغنوا ويعرضوا للناس، ومستوى المسرح كله بتاعهم حاجات تخصهم جدا زي اهميه التعليم للبنات، زي خطوره الزواج المبكر، زي خطوره العنف الاسري، الحاجات دي فعلا صغيره جدا جدا اللي هي نفسهم ان هي تتحسن في مجتمعهم. الفرقه دي اتكونت من حوالي 7 سنين، ومن وقت ما اتكونت لغايه دلوقتي اعتقد قدروا فعلا يعني يحققوا تغيير كبير جدا في المجتمع والقريه بتاعتهم. نسبه الزواج المبكر قلت جدا جدا، والفيلم بيتابع رحلتهم لان هم كمان عندهم احلام كبيره نفسهم يبقوا مغنيات وممثلات، ونفسهم كمان يبقوا راقصات باليه، عندهم احلام فنيه ضخمه، هم فعلا موهوبين جدا جدا جدا. واحنا تابعناهم على مدار 4 سنين رحلتهم من كلهم مراهقات لنساء، ونشوف بقى رحلتهم هل هيقدروا يحققوا الاحلام دي ولا الحياه ليها راي اخر. انا شفت بعض الكتابات انه حاز على يعني اعجاب الصحافه الاجنبيه، واضح انه النقاد كانوا سعداء، وطبعا ده فيلم تسجيلي ما فيهوش ابطال يعني، فيعني واضح انه البطل كان الموضوع، كان التصوير، كانت الاجواء نفسها المصريه. البطل في الفيلم ده من وجهه نظري هو الثروه البشريه المذهله اللي موجوده في الصعيد. احنا عشنا هناك سنين طويله وشفنا هناك قد ايه في حكاقين وفي شعراء وفي ممثلين وفي ناس عندهم كمان طموحات علميه واداريه كبيره جدا جدا جدا، واعتقد ان ده كمان والمشاعر الانسانيه البسيطه اللي بتخوضها البطلات الفيلم اعتقد لمست كل الجمهور في كان، والنقاد كتبوا عنها باستفاضه، وكمان بطلات الفيلم كانوا معانا في كان وعملوا عرض مسرحي في الكروازات في كان وحضروا عرض الفيلم وتفاعلوا مع الجمهور. ده كان من الحاجات المهمه جدا جدا لينا، لان الفيلم هو فيلمهم ومحتاجين ان هم يشوفوا نفسهم على الشاشه ومحتاجين يسمعوا صوتهم. هل كانت مفاجأة بالنسبة لك انك خدت الجايزة، ولا كان في بوادر واحساس ان انتوا هتاخدوا الجايزة؟ تعرف جايزة كان دي حاجة مش سهلة،
فكنا بنحاول ننسيها يعني. وجودنا في كامب بالنسبه لنا كان حاجه مهمه، بس البنات بصراحه كان نفسهم في جائزه، وكان طول الوقت بيبعتوا لنا وبيدعوا لنا. فلما سمعنا الخبر يعني انبسطنا جدا جدا، لان من وجهه نظرنا اعتقد رحله البنات دي في الفيلم هي مش فاكره تتشاف على نطاق واسع، وخصوصا في مصر للجمهور المصري، لانها يعني ممكن فعلا تبقى مهمه جدا لجيل كامل من الشباب والفتيات اللي عندهم احلام كبيره جدا، وان الاحلام دي ممكن فعلا تتحقق بالعمل والاجتهاد. هسألك السؤال اللي دايما الناس تسأله لمخرجين الأفلام التسجيلية، هو أنت مش هتعمل فيلم روائي بقى؟ عارف يحسسك دايما كده إن أنت يعني ده تبقى درجة أفضل يعني. يعني عملنا فيلم تسجيلي بيتعرض في كان، اعتقد فكره الفصل بين التسجيلي والروايه وان اول واحد فيهم اقل اهميه من الثاني اصبحت بتتلاشى حاجه ورا الثانيه. واعتقد كمان لما انت تشوف الفيلم يا استاذ عمرو معانا قريب ان شاء الله، هتشوف فعلا ان الفيلم دي بتتلاشى، وان انت هتعيش مع الفيلم وفي الفيلم مع البنات، ومش هتحس بينك وبينهم اي مسافه، هتعيش وهتحس معاهم وهتنبسط وهتضحك وهتعيط وهتبقى نفسك انهم يحققوا احلامهم. وهو ده اللي احنا بنحاول نعمله، فيلم يخصنا وفيلم يعبر عنا ويعبر عن مجتمعنا ويعبر عن الجيل الجديد ده من الشباب والفتيات. يعني بالفعل ده اول مره مصر تاخد جايزه في مهرجان كان؟ اول فيلم تسجيلي مصري ياخد جايزه، الجايزه دي جايزه احسن فيلم تسجيلي، ده اول فيلم مصري يحصل على هذه الجائزه. لانه انا لما قريت الخبر افتكرت المشهد العظيم اللي كان في الفيلم بتاع يوسف شاهين وهو واقف مستني ياخد الجايزه في مهرجان كان، ويعني قد ايه كان ده بيبقى حلم عظيم يعني. حلم لان هو فعلا بيسلط الضوء على بشكل كبير جدا على المخرجين وعلى اعمالهم، وبيخلي فعلا الجمهور عنده كده طواق لان هو يشوف الاعمال دي. وهو ده الخطوه الجايه بالنسبه لنا، لان احنا فعلا حابين الفيلم ده يتعرض في كل سينمات مصر وفي كل اصول الصحافه وفي الصعيد وفي القرى، والبنات كمان يصاحبوا الفيلم بوعودهم المسرحيه. اعتقد ان ده من اهم الحاجات اللي احنا بنشتغل عليه في المرحله الجايه. لا انا كمان ممكن نعمل هنا واسطه في ام بي سي ان احنا يبقى عندنا عرض مره لهذا الفيلم ونحطه والناس تشوفه، ونقدر يعني نصل معاكم الاتفاق ان الفيلم ده يبقى موجود على شاهد او في سهره من سهرات ام بي سي مصر ان شاء الله لما ترجعوا. نحاول نعمل الموضوع. استاذ ايمن الامير بشكرك شكرا جزيلا والف مبروك. مصر دي عظيمه برضو يعني، مواهب، القدرة، أيمن استخدم كلمة الثروة البشرية. ساعات كتير بيبقى ما عندناش الثقة دي في الثروة البشرية، لكن الموهبة المصرية. ودايما بقول إن مصر عقل، مصر عقل، مصر مش دولة، مصر موهبة، مصر مخ، مصر قدرة. ألف مبروك. نطلع فاصل إعلاني ونرجع تاني فقرة قادمة، لسه عندي حكايات في الحلويات، ابقوا معنا.